رودريج يعطيك العافيه. يعني عم تقدموا مستوى كتير كبير خاصه من الناحيه الدفاعيه، انا برايي عم تعملوا فرق كتير منيح بالديفنس، وبتصور لو ما اخر شيء كنتوا يمكن نزلتونا اقل من 71 نقطه. قد ايه عم تشتغلوا على الديفنس لتقدروا تخلقوا هالشخصيه بهالموسم؟ الشيء اللي حكيته قبل الجيم ضد الشانفيل، دفاعنا عم بيكون ثابت، وقت نتوفى على الاوفنس عم نقدر نعمل فرق كبير بالبوينتس. البيس تبعنا هي الديفنس، عم نتحضر دائما، اللي عم نعمل جود سكاوتينج، عم نعرف نحد من خطوره الكي بلايرز بتاني فريق. اليوم الشيء المنيح اللي عملناه اول جيم، اول باد جيم للويزه، مع انه خسروا جيمين قبل بس كانوا فيري كلوز جيم وعم بيلعبوا كثير منيح، قدرنا نشل من القوه تبعهم من الكوارتر الاول. يعني صح، من اول كوارتر عملنا فرق 20 بوينتس وحافظنا عليه. يعني إيبي بدي اسالك عن ايبي، يعني هيدا اللاعب اللي بالفعل عم يكون خطر كثير بالهجوم، عم يكون مميز جدا بالديفنس، قد ايه عم يكون كمان هو يعني من التولز الاساسيه لالكم بفريقكم؟ يعني الديفنس ولا مره بتكون انديفيدجوال ديفنس، هي دائما تيم ديفنس. هيدا الشيء اللي عم بيميزنا ايبي وعلي كنعان، سنتريه كثير كثير منيح على الهيلب ديفنس على البلوك شوت، وبنفس الوقت الاجانب اللي معنا كان كلي تاكر اول هاف لعب ديفنس كثير منيح على على جيران، ونفس الشيء جاي دائما هيز اجريسيف، وبعرف انا يعني كمان بس انه كلنا عم نلعب تيم ديفنس منيح، عم نساعد بعض. واضح ايبي واضح. على البلوك شوت كثير منيح، وعلي كنعان كمان. يعني انتم هلا ضمنتوا المركز الثاني، فردتوا بالمركز الثاني اذا فينا نقول، لانه كنتوا انتم والويزه متعادلين بعدد النقاط، صرتوا لحالكم المركز الثاني. لكن بدي اسالك عن مباراه بكره، بما انه انتم لعبتوا مع هومنتمن ولعبتوا مع الرياضي، كيف بتشوف هالمواجهه بكره بقاعه صقب سليم بالمناره؟ الرياضي رح يستضيف على ارضه فريق هومنتمن، شو رايك فيها؟ اي ثينك رح تكون كلاش كثير قويه، الفريقين صار في رايفلري بيناتهم، والعانة على السوشيال ميديا كمان بيناتهم. يعني ان شاء الله كمان جون عبد النور يقدر يلعب، لانه عن جد عم بيعمل فرق كثير كبير لفريقه، سبيشلي هيدا السيزون البرفورمانس عم بيعملها كثير منيحه. وات ذا سيم تايم نشوف فادي الخطيب بالفريق القديم كمان هيز تيك ات بيرسونال، بيلعب كثير منيح. سو فنيا بما انه لعبت ضدهم اثنيناتهم، كيف بتشوفها؟ اثنيناتهم القوه تبعهم هي بالترانزيشن، يلي بيعرف يلعب اسكا ويستفيد يحد من ترانزيشن تبع ثاني فريق اي ثينك رح يقدر يربح، لانه اثنيناتهم بيلعبوا التمبو السريع، فاست بريك ديفنس وبيركضوا. تنشوف ما بعرف، صعبة رح تكون. بدي اشكرك اكيد رودريغ عقل لاعب نادي بيبلوس.